مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم دائما في همزة وصل، هذا البرنامج اللي بنتحدث فيه ونفتح فيه جميع الملفات التي تهم المواطن المصري العادي، ملفات كثيرة، وربما يكون حلقة اليوم تتحدث في أحد هذه الملفات. دائما همزة وصل معكم وبكم وإليكم دائما. نبدأ معكم هذه الحلقة التي سيكون عنوانها كالتالي: ما الشروط التي تراها ضرورية لمراقبة منظمات المجتمع المدني أو لمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم. نتمنى دائما منكم التواصل معنا عبر وسائل التواصل المختلفة. سيكون معنا أرقام هواتف ستظهر أمامنا الآن على الشاشة، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي. هواتفنا هي 1451 و 09451 أيضا، بالفعل 1451 و 09451، بالإضافة إلى تواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب وإنستغرام، كلها باسم واحد هو همزة وصل إيجي. نتمنى منكم التواصل دائما. فاصل سريع ونبدأ معكم هذه الحلقة من همزة وصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. كما قلنا، موضوع حلقة اليوم ربما يكون من المواضيع التي تهم المواطن العادي، وسيكون موضوع الحلقة كما عرضناه في بداية هذه الحلقة: كيف ترى ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية القادمة؟ فالانتخابات البرلمانية القادمة هي الخطوة الثالثة في خارطة المستقبل التي من المفترض أن تنقل مصر إلى خطوة جديدة أو نقلة نوعية جديدة لتلحق برقب الديمقراطية ورقب الدول المتقدمة. ربما يكون خطوة مهمة، بل هي بالتأكيد ستكون خطوة مهمة. فاللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار رقم 265 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية. تضمن هذا القرار السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وأيضا إعلان النتيجة. واشترط لقبول هذه المنظمات مجموعة من الشروط، وهذه ما سنتحدث عنها في هذه الحلقة. أهمها أن تكون منظمة أو الجمعية مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وأن تكون ذات سمعة جيدة وحسنة مشهود لها بالحيادية والنزاهة، وأن تكون أيضا لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات بأشكالها المختلفة. كما يتعين عليها أن تقدم ملف واف عن المنظمة وتراخيصها وأنشطتها وسابق أعمالها وأيضا الأعضاء المنتمين والذين سيقومون بعملية المراقبة. بالطبع هذا موضوع مهم يهم الجميع. نتمنى منكم دائما التواصل معنا كما قلت على أرقام الهواتف وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. اسمحوا لنا نطلع تقرير سريع يوضح لنا موضوع الحلقة ونبدأ معكم هذا التواصل. انطلاقا من المسؤولية الوطنية في متابعة عملية التحول الديمقراطي في مصر، اجتمع عدد من منظمات المجتمع المدني بالمستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بهدف التباحث بشأن مراقبة تلك المنظمات للعملية الانتخابية. اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارها في شأن الضوابط المتعلقة بمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية، وتشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز حتى مرحلة إعلان نتيجة الانتخابات. عدد من المعايير والشروط وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لقبول مراقبة منظمات المجتمع المدني، أبرزها أن تكون المنظمة مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية، وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالنزاهة، فضلا عن امتلاك هذه المنظمة للخبرة السابقة في مجال متابعة الانتخابات. اللجنة أكدت أيضا أنها ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين المنظمات من القيام بدورها على الوجه الأكمل، حيث أكدت اللجنة أنه فور إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل رسمي من قبل مؤسسة الرئاسة
فإنها ستشرع على الفور في طلبات تصاريح المراقبة من منظمات المجتمع المدني، كما ستقوم اللجنة بتوزيع تصاريح المراقبة على تلك المنظمات قبل بدء العملية الانتخابية بوقت كاف. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، كان هذا تقرير سريع يضعنا في موضوع الحلقة، ونتمنى منكم التواصل في هذا البرنامج منكم وبكم وإليكم، ودائما الصوت هنا هو صوتكم. ولسماع صوتكم اسمحوا لي أن أنتقل الآن إلى آلاء حامد زميلتي في غرفة المتابعة الإلكترونية لتنقل لنا أراءكم على مواقع التواصل الاجتماعي. إليك آلاء. شكرا لك حسام، وأهلا بكم مشاهدينا من غرفة المتابعة الإلكترونية. كما تعودنا نتواصل معكم ونتابع ونستقبل كل أرائكم ونستعرضها سويا عن ضوابط مراقبة منظمات المجتمع المدني لعملية الانتخابات البرلمانية القادمة. وردت إلينا العديد من الآراء والتعليقات، نستعرض الآن أول مجموعة منها، والبداية معنا من حسن فايد، فهو يقول لابد من تقنين كل شيء من بداية الترشح ليوم توجه النواب للبرلمان، هذا بخصوص الدولة، أما المجتمع المدني فعليه دور كبير، مثلا مراقبة العملية الانتخابية بكل حزم ووطنية، وعلينا أن نتقدم ببلدنا الحبيب بجهود مجتمعنا، وشكرا لأسرة البرنامج. شكرا حسن. معنا أيضا تعليق من عبد الله فوزي يقول أولا اللجنة العليا للانتخابات والقضاء هم المخولين الرئيسيين للإشراف والمراقبة على عملية الانتخابات، بدءا من الترشح إلى أن تتم عملية الفرز وإعلان النتائج، وهما الجهتان المسؤولتان عن تلقي الشكاوى والبت فيها إذا كان هناك محاضر قد حررت تجاه عملية الانتخابات. ثانيا عملية الإشراف والمراقبة والمتابعة من قبل هذه المنظمات، يجب أن تكون هذه المنظمات خاضعة للقوانين المصرية، وتكون الدولة قد أجرت عليها التحريات اللازمة وعدم ثبوت أي مخالفات عليها، وليس لها أي انتماءات خارجية. ثالثا يقتصر دور هذه المنظمات على أن تكون مجردة تماما من تشجيع فصيل بعينه والمراقبة عن بعد، وأيضا الحيادية وعدم الغلو والمصداقية والشفافية في تقاريرها، وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية وعرقلتها، وإدراك تحمل العواقب التي تنجم عن المخالفات التي تصدر منها. وشكرا لأسرة البرنامج. شكرا عبد الله. معنا أيضا تعليق من ناصر حجازي يقول أهلا وسهلا بكل منظمات المجتمع المدني في مصر، فمصر الأمن والأمان، والجميع مدعو لحضور العرس الديمقراطي وهو الانتخابات البرلمانية، والذي هو خاتمة خارطة المستقبل، وعليهم نقل الأحداث والتقارير بمهنية واحتراف ونقل الحقائق بشفافية ونزاهة وحيادية، ونقول لهم عليكم احترام قانون الدولة والالتزام بالمعايير الدولية، وعلى كل المنظمات المشروعة والتي تمول من بعض أجهزة الاستخبارات التي لا تريد الاستقرار لمصر وشعبها، نقول لها ولكل من يعمل فيها كل مخططاتكم مرصودة من رجال أمننا الشرفاء، وعليكم الابتعاد عن بلدنا ولن تفلتوا من العقاب ولن تستطيعوا الهروب، لأننا في مصر الجديدة لا وسطى ولا محسوبية، والقانون فوق الجميع. وشكرا لأسرة البرنامج. شكرا ناصر. معنا أيضا تعليق من محمد يقول الإعلام مهم في ذلك لنقل الحدث إلى جميع الدول في الانتخابات البرلمانية، ولكن يبد أن يكون نقل الحدث بدون تزييف ويكون كل شيء في مصلحة الوطن. وشكرا لأسرة البرنامج. شكرا محمد. معنا أيضا تعليق من عويضة يقول بالنسبة للشروط الضرورية لمراقبة المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية تنقسم إلى شقين، الشق الأول الأهداف والأساليب المطلوبة للمنظمات الدولية، وهي تهدف لمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة لدعم جهود وتقوية الحكم الديمقراطي، ويعتبر الهدف الرئيسي للمتابعة والالتزام بتطبيق قانون حماية حقوق الإنسان. وأما بالنسبة للشق الثاني وهي الشروط الضرورية لمراقبة الانتخابات البرلمانية، يجب على المجموعات المتابعة لذلك القيام بعملها بمصداقية وفاعلية، والأهم أن يشمل هذا قدرة المتابعين الذين يتم إرسالهم إلى كافة اللجان الانتخابية. وشكرا لأسرة البرنامج. شكرا عويضة. مشاهدينا كانت هذه أول مجموعة من التعليقات والأراء حول موضوع حلقة اليوم، ما زلنا ننتظر المزيد من أرائكم وتعليقاتكم ونستعرضها سويا من غرفة المتابعة الإلكترونية. والآن عودة لحسام عاطف. إليك حسام.
شكرا ألا، وشكرا لكل من شارك معنا مشاهدينا الكرام. نتمنى منكم التواصل وسماع آرائكم. وقبل أن أبدأ بعملية التواصل، اسمحوا لي أن أوضح الفرق بين كلمتي المتابعة والرقابة. فالرقابة هي عملية منوط بها الهيئة العليا للانتخابات فقط، هي عملية قانونية، لكن المتابعة هي عملية تنتج من الشفافية والديمقراطية لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة سير العملية الانتخابية وهل تسير بشكل صحيح أم لا. العملية الرقابة ينتج عنها أوضاع قانونية للسلطة القانونية الممنوحة للهيئة الرقابية، لكن عملية المتابعة لا ينتج عنها أي نوع من أنواع النتائج القانونية، ولكن الجمعيات أو من يكون سيتابع هذه العملية من حقه أيضا أن يضع بعض نقاط الملاحظة على سير العملية وتوصيلها للهيئة الرقابية. وكان من الضروري توضيح الفرق بين المتابعة والرقابة. مشاهدينا الكرام، نبدأ معكم الجزء الثاني من التواصل وهو اتصالات هاتفية، سيكون معي فيها كالتالي. دكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية المجتمعية، والأستاذ طارق زغلول المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان، والأستاذ محمود البدوي رئيس الجمعية لمساعدة الأحداث. أبدأ بدكتور مجدي عبد الحميد. دكتور مجدي، تحياتي لحضرتك وأهلا بيك في مشاركتك معنا. أهلا وسهلا دكتور مجدي. يعني بالتأكيد منظمات المجتمع المدني لها دور مهم جدا، والتحول الديمقراطي قائم على المشاركة المجتمعية، لكن طبعا رقابة الانتخابات كان دايما عليها بعض المشاكل مع مثل هذه المنظمات. فرأيك في الضوابط الموضوعة، هل هي جديدة أم هي قديمة؟ هل هي ستكفي في هذه المرحلة وربما تحتاج إلى تعديل في مراحل أخرى؟ ما رأيك في مضمون الموضوع؟ يعني اولا الشروط او الضوابط اللي وضعتها اللجنه العليا للانتخابات ما فيهاش اي شيء جديد، هي نفسها نفس الضوابط بالضبط التي وضعت لمتابعه الانتخابات الرئاسيه الماضيه. وكان لنا بعض الملاحظات على هذه الضوابط، من بينها انه المده الزمنيه المتاحه لاستخراج تصاريح كانت مده ضيقه جدا، ما بيتاحش لينا استلام تصاريح المراقبة وإرسالها للمراقبين في الأقاليم وتوزيعها عليهم، بالإضافة إلى مكوس أعضاء المراقبين بتوعنا داخل المقرات الانتخابية كان ولا زال محددا 30 دقيقة، وده طبعا وقت غير كافي لقيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها وبمهمها. وبعض الملاحظات الأخرى زي مثلا الجهات الغير مسجلة تحت وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي المؤسسات الحقوقية الغير مشهرة، أيضا حرمت من حقها في المراقبة. لكن مع كل هذا نحن نرى أن العلاقة بين اللجنة العليا للانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني هي الحقيقة في تحسن، وده لمسناه من خلال بعض اللقاءات اللي تمت مع أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات ووعدهم بأنه هذه المرة سوف تكون هناك علاقة طيبة بين مؤسسات المجتمع المدني وبين اللجنة العليا. زي على سبيل المثال أنه يعني أنه يبقى في تفهم من قبل القضاء، ودي تعليمات سوف تصدر إلى القضاء أنفسهم بأنه فكرة 30 دقيقة دي فكرة مش بالحديد والنار يعني زي ما تقولوا، ولكن إذا كان هناك ازدحام داخل اللجنة وإذا كان وجود المراقبين فيعيق العملية الانتخابية فالقاضي ممكن يقول لهم 30 دقيقة، لكن إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك فهتبقى التعليمات للقضاء أن يبقى المراقبون داخل اللجان لأطول فترة ممكنة طالما أنهم لا يؤثروا على سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. كما تم الوعد بأننا سوف نحصل على تصاريح المراقبة هذه المرة قبل إجراء العملية الانتخابية أو قبل اليوم الانتخابي نفسه بفترة كافية تسمح لنا بإرسال التصاريح إلى مراقبين في المحافظة. طيب دكتور،
يعني كان من المعروف الأزمات اللي فجرها يعني قانون رقم 84 لسنة 2002. الأزمات دي كانت معروفة، التعديلات اللي أجريت على هذا القانون طبعا بتوفيق أوضاع المنظمات الحقوقية. هل ترى أن وضع الاشتراطات أو أن تكون شرط المنظمة أو الجمعية مشهرة طبقا لهذا القانون في مشكلة بتمثلها لجمعيات المجتمع المدني، لمن يرغب في متابعة هذه الانتخابات البرلمانية اللي بنعتبرها جميعا أهم انتخابات ربما تكون في تاريخ مصر؟ شوف حضرتك، مراقب الانتخابات نوعين، وأنا أقصد هنا المراقبين الجادين اللي عندهم خبرة ودراية واللي بيساهموا مساهمة فعالة بجد. في نوع زي حالتنا احنا جمعية أهلية مشهرة، وهذا لا ينطبق يعني لا يؤثر علينا في أي شيء، ولكن هناك بعض المؤسسات الحقوقية التي تمارس عملية الرقابة على الانتخابات وهي غير مسجلة. هذه المؤسسات سوف تحرم من حقها في مراقبة الانتخابات لأنها لم توفق أوضاعها وفقا للقانون 84 لسنة 2002. وبنقول أنه يعني نرجو أن تكون هذه حالة استثنائية يتم التخلص منها سريعا، إما بتوفيق الأوضاع وإما بموافقة الدولة على ممارسة هذه المنظمات لحقها في تمام. ودي نقطة مهمة دكتور مجدي، اسمح لي أن أنتقل بيها للأستاذ طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. يعني دكتور طارق، كنا نتحدث عن الأزمات التي يعني سببها قانون أو فجرها قانون التعديلات لقانون 84 لسنة 2002 واللي تعرضت لها، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أكيد من المنظمات القديمة في المجتمع المصري. هل ترى أن يعني العودة لهذا القانون أو الاشتراط لوجود هذه الجمعيات تحت هذا القانون ربما سيعيق أو يسبب مشكلة للجمعيات المتابعة؟ هو بالفعل زي ما اتكلم الدكتور مجدي أنه في عدد كبير جدا من مؤسسات المجتمع المدني عندها خبرة في مراقبة العملية الانتخابية، ولكن يوجد عائق بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات في مقدرتها على الحصول على تصاريح خاصة بمراقبة العملية الانتخابية. ومن المعروف انه تصاريح اللجنة العليا للانتخابات هي الأداة الوحيدة اللي بتسمح لمراقب العملية الانتخابية ان هو يتمكن من دخول اللجنة ومتابعة سير العملية الانتخابية داخلها، الا انه الجمعيات الغير مسجلة طبقا لقانون 84 دي بتكون عائق امام المنظمات اللي هي غير مسجلة. بالرغم ان احنا عندنا تحفظات كتير وعملنا مشاريع كتير جدا لقانون لتعديل قانون 84 الخاص بالجامعات الأهلية، وكان اخر مشروع خاص بتعديل هذا القانون هو اللجنة اللي شكلها الدكتور وزير التضامن الاجتماعي الاسبق الدكتور احمد البرعي. دي كانت لجنة مشكلة من قيادات المجتمع المدني وممثلين من الوزارات المختلفة، وبالفعل تم الاتفاق على مشروع قانون يعتبر هو من المشاريع المميزة جدا اللي موافق عليها أغلب منظمات المجتمع المدني، ولكن حتى الآن لم يتم البت في مثل هذا القانون. طيب أستاذ طارق، يعني أيضا يعني الشروط السابقة الخبرات، ومن الشروط أيضا اعتبر الكثير أن شرط الحصول على شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، وطبعا هي وزارة التضامن الاجتماعي اللي كنت بتتحدث عنها، تفيد باستمرارها ومباشرة نشاطها بمجالات متابعة الانتخابات. البعض أيضا يرى أن هذه الاشتراطات ربما تكون معوقة لكثير من الجمعيات، رأي حضرتك إيه؟ لا طبعا، انا اعتقد ان هذه الشروط شروط ايجابيه ما فيهاش اعاقه لعمل الجمعيات، لانه طبعا اي حد عشان نقدر نوصل لنتائج الشخص اللي نازل يراقب لاول مره وهيكون هيصدر عنه تقارير خاصه بالعمليه الانتخابيه لازم يكون عنده قدر كافي من الخبره اللي هي تكون مؤهله ليه ان هو ينزل يراقب. اما الحصول على الشهاده فدي سهله جدا، ده طلب بيتقدم من الجمعيه الى الوزاره مباشره خلال يعني في الانتخابات الرئاسية، خدناها بعد 48 ساعة، ده وقت كويس جدا ان احنا نقدر نحصل على مثل هذه الشهادات وما فيش اي اعاقة في الحصول عليها. طيب هنرجع لقانون تقسيم الدوائر مرة اخرى، وفي رأي حضرتك هل سيؤثر هذا القانون على عمل المتابعين الانتخابات ولا هيكون الوضع عادي بالنسبة لكم؟ لا احنا في الوقت الحالي اول ما بيصدر القانون بنطلع عليه وبنشوف تقسيم الدوائر، ومن خلال المنسقين بتوعنا في المحافظات بنبدأ نعمل خريطة لعملية المراقبة على مستوى الجمهورية كلها، وبنقدر نوزع المراقبين بتوعنا على الدوائر اللي احنا بنلاحظ ان هي دوائر تكون فيها
سخونة انتخابية أو فيها منافسة انتخابية جديدة ويكون متوقع أن يحصل فيها انتهاكات، فبنوزع أغلب المراقبين بتوعنا على مثل هذه الدوائر. طيب أستاذ طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بشكر حضرتك. أنتقل للأستاذ محمود البدوي رئيس الجمعية المحامي أو رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وأعود مرة أخرى لنفس السؤال أستاذ محمود، فكرة إعادة تقسيم الدوائر والقانون الجديد لتقسيم الدوائر، هل ترى أن ده هيؤثر بشكل ما على المنظمات المتابعة لعملية الانتخابية؟ لا اعتقد ان فكره نعم. التقسيم على الشكل الجديد دوت لن تكون عائق امام المنظمات اللي هي متخصصه نعم. في هذا العمل واللي مارست عمليه الرقابه والمتابعه اكثر من مره ولديها خبرات ولديها كتير من المتعاونين او سواء المتطوعين في كتير من الدوائر واللي عندها بالفعل قواعد في كتير من الدوائر. يمكن الموضوع انا شايف ان هو هيكون فرصه ان هو يكون في تعدد في اوجه المتابعه وان تكون على نطاق واسع. بس انا حابب هنا اكد على شيء، ان انا بنضم للرؤيه التي طرحتها اللجنه العليا للانتخابات فيما يخص فكره حصر فكره المتابعه على الجمعيات المشهره والمسجله، ودوت ليه غرض ابعد من فكره التضييق على المنظمات المتابعه لاعمال الانتخابات، وهي فكره انا شايف ان هي ليها مدلول بوضع ضوابط اكثر لخروج تقارير اكثر انضباطا واكثر اتساقا مع الواقع وحقيقه الواقع فيما يخص العمليه الانتخابيه. لان للاسف الشديد كنا في كل موسم انتخابي او اي استفتاء او اي شيء من هذا القبيل بنلاقي فوضى من التقارير الغير منضبطه، والبعض للاسف الشديد كان تقارير مسيسه وموجهه، ولا يخفى على احد ان الكثير من التقارير التي تم توجيه سهام النقد بها لمصر على المستوى الدولي وفي العديد من المحافل الدولية كانت من بعض المنظمات الغير مسجلة. وأعتقد أن دي خطوة مهمة جدا لتنسيق العمل فيما يخص فكرة ضبط الإيقاع بعض الشيء، لأن بعد كده يبقى فيه وسيلة لمتابعة هذه التقارير والقضاء على فوضى التقارير الغير منضبطة التي يستغلها أعداء الدولة. أستاذ محمود، بما أننا بنتكلم بقى عن التقارير وده دور أكيد طبعا المتابعين للعملية الانتخابية ومندوبين الجمعيات، ياريت تحطنا سريعا كده في بشكل نظري في دور هؤلاء المراقبين وطريقة عملهم، عشان برضو نفهم الناس كيف يعمل هؤلاء الشباب أو من يتابعون هذه العملية المهمة. أنا هنا سيدي حينما أتحدث معك عن المراقبين أتحدث عن مراقبين تم إعدادهم وتم رفع قدراتهم وبناء قدراتهم بمستوى جيد جدا يضمن أن هو أما بيقوم بعملية المتابعة في أي دائرة أن هو بيكون التقرير الذي يدلي به إليه في نوع من الشفافية والمصداقية، بالإضافة كمان أن احنا في غرفة العمليات بيكون عندنا وسائل تحقق. يعني أنا لو أي حد من المتابعين المتعاونين معي نقل لي انتهاك معين في أحد الدوائر ما باخدش الكلام ان هو كلام مصدق، لا انا بحاول كمان ان انا اعزز الخبر او البلاغ اللي عندي من اكتر من مصدر ومن متابعين اخرين، بحيث ان انا التقرير اللي انا اصدره اما اقول الدايره كذا حصل فيها انتهاك عباره عن كذا وكذا وكذا اكون مستوثق بشكل جيد جدا من التقارير بتاعتي، بالاضافه ان احنا كمان بنعمل مع مجموعه من الاشخاص او المتابعين اللي سبق ليهم الاحتكاك اكتر من مره بعمليه الانتخابات والذين نثق في قدرتهم على نقل حقيقه ما يجري في اللجان او حتى خارج اللجان الى غرفة العمليات بشكل فيه كتير من الحيادية والتجرد حال ممارستهم لاعمال المتابعة في الانتخابات. استاذ محمود البدوي المحامي ورئيس جمعيه المصريه لمساعده الاحداث وحقوق الانسان، انا بشكر حضرتك على هذه المشاركه، واشكر ايضا الاستاذ طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمه المصريه لحقوق الانسان، والدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعيه المصريه للنهوض بالمشاركه المجتمعيه. ومشاهدينا الكرام، دائما صوت الشارع له اهميه في هذا البرنامج، دعونا نرى كيف حصدت لنا كاميرا النيل اصوات واراء المشاركين من المواطنين العاديين في الشارع. ما يكونش حد من ابناء الاحراب ده مرشح ولا من قرايبه في الوقت نفسه، ما يكونش منقاد لحزب معين ولا لشخص معين ولا لفرد معين، ولا يتدخلش في شؤون اللجان النهائي، لكن هو مراقب فهو بيراقب بيشوف وبيقول ده صح او ده غلط، لكن مش من حقه يتدخل نهائيا في اي شيء ويكون ايه حيادي حتى
يثق فيه الناس. رأيي أن المنظمات المجتمع المدني دي أساسا ملاش أي تأثير على الشعب المصري خالص، لأن الشعب المصري الحمد لله عنده من الوعي وفاهم أن المنظمات دي معظمها ممول من الخارج بهدف التأثير على الشعب المصري بحيث يعمل حاجات معينة هي في دماغهم. منظمات المجتمع المدني المفروض انها تبقى متسجلة، يعني بمعنى تحت مظلة القانون، بمعنى ان مش كل واحد يبقى عنده مكتب محاماة ومسجل نفسه في نقابة الحقوق مثلا يدير الموضوع ده. لازم كمان يبقى في لجان تيجي من بره تشرف على الانتخابات، وده الصح عشان ما يبقاش في حجة بعد كده يقول لك الانتخابات مزورة، الانتخابات بس مش أكتر. مشاهدينا الكرام، دي كانت مجموعة من آراء المواطنين المصريين العاديين في الشارع المصري، وطبعا هذا البرنامج كما قلنا هو لكم وبكم ومنكم، ومشاركتكم هي ما تجعل لهذا البرنامج في هذه المواضيع لها هذه الأهمية. اسمحوا لي أن أخرج لزميلتي آلاء حامد مرة أخرى لسماع المزيد من تعليقاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي. إليك آلاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالفعل وردت إلينا العديد من الآراء والتعليقات من مشاهدينا حول موضوع حلقة اليوم، وهم يعرضون آراءهم حول الضوابط المطلوب توفرها في منظمات المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية. والآن نستعرض مجموعة أخرى من هذه الضوابط حسب آراء المشاهدين. والبداية معنا من عبد الناصر الكومي، يقول: تستطيع الدولة تطبيق الشفافية المطلقة في عملية الانتخابات من خلال تصوير الانتخابات صوت وصورة كاملة، وأيضا تمكين المنظمات الحقوقية والمدنية من المراقبة التامة داخل اللجان وخارجها، ومنع الرشاوي بكافة أشكالها والتوجيه من قبل المرشحين، ومثلما تم في عملية الاستفتاء على الدستور والتي كانت على أعلى مستوى من النزاهة والشفافية. ومن السهل أن تكون الانتخابات البرلمانية نزيهة وتتمتع بالشفافية. وشكرا لأسرة البرنامج. شكرا عبد الناصر. معنا أيضا تعليق من أحمد عفيفي، يقول: طبعا هناك شروط يجب أن تكون موجودة لمباشرة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية، وهي تتمثل في الآتي: أولا، يجب أن يكون دورها ليس له فاعلية على نتيجة الانتخابات، وثانيا لا تتدخل في سير خطوات العملية الانتخابية من تصويت وفرز وإعلان للنتائج وتأمين اللجان الانتخابية، ثالثا يجب التحذير من نشر التقارير الكاذبة والتشكيك في نجاح العملية الانتخابية، ورابعا الاقتصار على قيامها بدورها المحدد. وشكرا لأسرة البرنامج. شكرا أحمد. معنا أيضا تعليق من إبراهيم شريف، يقول: يجب على الحكومة إعطاء تصاريح لجميع المنظمات المصرية في الداخل أو الخارج لكي تراقب الانتخابات، فنحن لا نخاف ولا نخشى من أحد، فنية غير مبيتة لتزوير الانتخابات، وللجميع أن يراقب طالما في حدود القانون المصري وبغير تجاوز، ولكن يجب على الحكومة المصرية عدم التعليق أو الاعتماد على تقارير غير موثقة من هذه المنظمات، ولا تسمح بنشرها دون وثائق، ويعاقب كل من ينشر تقرير غير موثق بتهمة ترويج أكاذيب. فالجميع يجب أن يعرف ما عليه وما له، ولا تعطي الحكومة حجة لأي منظمة أن تدعي أن الحكومة لم تعطي تصريح أو منعتها هي أو الأمن من زيارة أو مراقبة لجنة بعينها. معنا أيضا تعليق من علي، يقول: يجب أن تعمل المنظمات لمراقبة الانتخابات البرلمانية تحت ظل القانون المصري وتحترم الدولة ولا تتعدى حدودها، ثانيا أن تكون منظمات غير ممولة وغير مغرضة من أي دولة هدفها هدم الدولة المصرية، وثالثا يجب أيضا على الدولة أن تراقب هذه المنظمات. معنا أيضا تعليق من حمادة يوسف، يقول: بعد تساقط الأقنعة منذ 25 يناير وظهور بعض الجمعيات والمنظمات التي كنا نحسبها تعمل لصالح الوطن والمواطن، ولكنها للأسف بعضها يعمل لمصالح شخصية والبعض يعمل لمصالح دول أخرى، فليتنا نعمل لمصلحة وطننا بغض النظر عن نتائج هذه المنظمات إيجابية كانت أو سلبية، وإذا أردنا أن نرضي الجميع فالخاسر هو الوطن والشعب. مشاهدينا، كانت هذه مجموعة أخرى من الآراء والتعليقات حول موضوع حلقة اليوم.
ما زلنا من غرفة المتابعة الإلكترونية ننتظر المزيد من أرائكم وتعليقاتكم. والآن عودة لحسام عاطف. إليك حسام. أشكرك ألا وأشكر كل من شارك معنا بالرأي في هذا الموضوع، فهذا الموضوع وغيره من الموضوعات وهذا البرنامج موضوع مجعول لكم لسماع رأيكم وتعليقاتكم في جميع القضايا التي تهم المواطن المصري. عادي اسمحوا لي أن أنتقل إلى مجموعة أخرى من الاتصالات الهاتفية سيكون ضيوفي فيها كالتالي: المستشار أشرف الدعدع مؤسسة الانتماء لحقوق الإنسان، والمستشار خالد القوشي الخبير القانوني، والأستاذ رامي محسن من مركز الاستشارات البرلمانية. أبدأ مع المستشار أشرف الدعدع. سيادة المستشار، طبعا يعني فكرة متابعة الانتخابات البرلمانية، وربما كان في الفترة السابقة هناك الكثير من المشاكل بين منظمات المجتمع المدني والدولة من نواحي مختلفة، هل ترى أن هذه الضوابط الجديدة ربما ستحسن هذه المشاركة وستحسن هذه العلاقة بين المجتمع المدني ومنظماته والدولة؟ الحقيقة أنه لازم بس نبين قدام للمشاهدين أنه كلمة مجتمع مدني دي بتشمل الأحزاب وبتشمل النقابات وبتشمل رجال الأعمال، قيادات الأعمال، التجمعات وغيره. وبالتالي احنا الحقيقة أنه المنظمات المسموح ليها بمتابعة العملية الانتخابية هي المنظمات المشهرة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية، سواء كانت جمعيات أو مؤسسات، وهي اللي بتقوم بعمليات المتابعة، واللي المفروض أنها تكون بيدخل ضمن أنشطتها الأساسية في عملها أنشطة مرتبطة بمراقبة ومتابعة العمليات الانتخابية، أنها تكون قامت بهذه العملية مسبقا في مصر أو في خارج مصر، أن يكون مشهود ليها بالشفافية، وأن يكون مشهود ليها بالموضوعية والحيادية وغيرها من المعايير اللي المفروض هي معايير موضوعية بحتة بغرض الوصول إلى أن تكون هذه المنظمات بالفعل تعمل ضمن الأجندة الوطنية وليس لها أي إشكاليات فيما يتعلق بالتمويل الخارجي المشبوه اللي بعضه بيبقى مشبوه وله علاقة مباشرة ببعض المنظمات اللي بتؤجج الصراعات سواء في الداخل أو في الخارج وبتؤثر على الأمن القومي المصري. طيب سيادة المستشار، دايما فكرة يعني الفكرة اللي حضرتك بتتكلم فيها دايما بتقابل يعني بعض الاعتراض من الكثير، ويقول أن ممكن ده بيكون وسيلة ما للدولة لإقصاء هذه الجماعات أو الجمعيات أو يعني غيرها. الحقيقة أنه رأي حضرتك ورأي الآخرين اللي ممكن قد يكون في هذا الاتجاه رأي مشكور، مش ممكن أبدا بأي حال من أحوال أن احنا نقول أنه الحالة الحالية بتقول أنه احنا عندنا شفافية كاملة وعندنا القدرة بمعايير واضحة على اختيار أو إقصاء آخرين. الحكاية محتاجة الحقيقة أنه يكون الوضع فيه حتى رقابة من المجتمع المدني نفسه على معايير اختيارهم ومعايير اختيار آخرين لأن يكونوا ضمن مجموعات المجتمع المدني لمتابعة ومراقبة العمليات الانتخابية. تمام. سواء في سيادة المستشار، أنا بشكر حضرتك بس هو يعني أنا بوضح أن ده مش رأيي، ده أنا بنقل لك الآراء اللي موجودة. سيادة المستشار أشرف الدعدع مؤسسة الانتماء لحقوق الإنسان، بشكر حضرتك. أنتقل للمستشار خالد القوشي الخبير القانوني. سيادة المستشار، يعني من ضمن عمل المراقبين في هذه الجمعيات يعني دايما نقل العمليات السلبية أو ما يراه من سلبيات داخل اللجان، في رأيك يعني كيفية نقل هذه العمليات السلبية وأيضا كيف التحقق والتوثق من هذه العمليات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لازم نتكلم عن شيئين مهمين جدا. تفضل. أول نقطة بالنسبة للمنظمات المصرية، وبالتالي نقطة بالنسبة للمنظمات الأجنبية، ثالث نقطة للسلبية. أول نقطة، أي منظمة في مصر لابد في شروط محددة للمنظمة المعتمدة في مصر. أول نقطة، المنظمة تكون معتمدة داخل جمهورية مصر العربية ومشهورة. ثاني نقطة، اختصاصها والغرض من اعتمادها حقوق الإنسان أما الغرض سياسي. ثالث نقطة، عدم التدخل في العملية الانتخابية واستبعاد كل من له يد في التدخل في العملية الانتخابية. تمام. وابع نقطة مهمة جدا، التصريح لشخص واحد في كل منظمة. بالنسبة للمنظمات الأجنبية لازم بعض النقاط المهمة قبل العملية الانتخابية. أول نقطة، التصريح بمدة قبل الانتخابات لشخص واحد بكل منظمة، وأن تكون معتمدة في الخارج ومعتمدة داخل جمهورية مصر العربية. يعني سيادة المستشار، شخص واحد هيمر على جميع اللجان؟ شخص واحد. احنا عندنا هنا في مصر أكتر من 600 منظمة
او 800 منظمه معتمده، لان كل دلوقتي بقى شخص بيعمل جمعيه بيسميها لحقوق الانسان. فلو ادينا احنا تصاريح لكل عدد شخصين او ثلاثه او اربعه، يبقى احنا العمليه انتخابيه مش هتبقى عمليه انتخابيه، هتبقى عدد الاشخاص جوه اللجان اكتر من المنظمين للعمليه الانتخابيه. فعشان كده لما بدي انا المنظمه كل شخص هيوصل لعدد لا يقل عن 2000 او 3000 شخص معتمدين داخل جمهوريه مصر العربيه. بالنسبه للمنظمات الاجنبيه ان تكون معتمده في الخارج ومصر. ثالث نقطه عدم التدخل في العمليه الانتخابيه. اي شخص اجنبي يتعمد التدخل في العمليه الانتخابيه تم استبعاده في الحال. ثالث نقطه اللي هي المنظمات التي لها اغراض سياسيه او انتماءات غير قانونية يتم استبعاده وعدم التصريح لها. طيب سيادة المستشار، يعني اسمح لي انتقل بهذه النقطة للأستاذ رامي محسن مركز الاستشارات البرلمانية، أرجوك أن تبقى معي. أستاذ رامي، يعني طبعا من المعروف دائما أن المنظمات المجتمع المدني تتمنى أو هدفها أو عملها هو التواصل مع الحكومات لوضع إطار قانوني للمساعدة في مراقبة المجتمع المدني على كثير من الأمور. لكن فكرة تدخل او يعني الدوله تعتبر ان ربما هذه بعض هذه الجماعات تتدخل في امنها القومي، ومن حق الدوله الحفاظ على امنها القومي داخليا وخارجيا، كيفيه حل هذه المعادله التي ربما تكون صعبه؟ هي مش صعبه. شوف حضرتك بعد التحيه خليني اقول لك في البدايه انه على الدوله او العمليه الانتخابيه، واقصد هنا بالدوله كمان اللجنه العليا للانتخابات، عليها ان تضع من المعايير ومن الضوابط التي تضمن ذلك، وبالبلدي كده اللي يطبق علينا يطبق على غيرنا. اشمعنى احنا لما بنسافر بره او بنحاول نراقب اي انتخابات سواء في دول اوروبيه او دول عربيه نلتزم بالاجراءات؟ انا اتفق مع الاستاذ خالد لما قال انه لا نرفض تدخل اي دوله اجنبيه او تاثير او تؤثر على العمليه الانتخابيه من خلال متابعتها للانتخابات او تصدر تقارير تعكس على غير الواقع حقيقة الانتخابات كما حدث أيام الإخوان. تمام. لما أصدروا بعض التقارير تعكس. فخليني أقول لك في نهاية النهاية أن لجنة العليا للانتخابات تضع من المعايير وتضع من الإجراءات التي تضمن ذلك، تضمن عدم التدخل وتضمن الالتزام بالقوانين ويكون في عقوبات رادعة. طيب. لذلك يعني احنا ما أستاذ رامي، فكرة التدخل هنا يعني بعض المراقبين بيضعوا مشاكل أو بيروا بعض الخروقات وداخل بعض اللجان وبينقلوا هذه لغرف العمليات في لجانهم، ويتم النشر ربما بمعرفة الهيئة العليا للانتخابات أو بدون معرفة، فهم يريدون توصيل مثل هذا. كيف نفرق بين التدخل أو المغالاة في الموضوع وبين الحقيقة؟ شوف حضرتك اللجنة العليا واضحة وصريحة في الموضوع ده. نعم. أولا من يريد أن يوثق أو يتكلم أو يتحدث عن أي مخالفة سواء أو خروقات في العملية الانتخابية ليه طريقتين، إما من خلال فريق المتابعة لو ما كانش هو بيتابع فيبلغ أي فريق متابعة مختص يوصل الفكرة بتاعته، هذه واحدة. الأخرى أن يتقدم هو بشكل شخصي للجنة العليا يقول حصل خروقات في المكان الفلاني، وأتصور هي تضع كل الأرقام التليفونات والفاكسات وكذا كل وفي الويب سايت بنقدر نبعت، فلو ما كنتش أنت متابع تقدر تبعت للجنة أو تستعين بأحد اللجان الجمعيات التي تراقب. مش بالضرورة أنت اللي تراقب عشان ترصد، ممكن ترصد وتبلغ أحد الجمعيات. الهدف واحد، مدام الهدف عايز تبلغ أي خروقات فيكون بأي طريقة من طريقتين، لكن لا يعتبر التدخل. وخليني برضو بالمناسبة أعرف يعني هو التدخل في الشؤون. التدخل هنا لو احنا استغلينا موضوع المراقبة أو عملية المتابعة، التدخل أقصد بيها إصدار تقارير، واحد على غير الحقيقة أو تشوه العملية الانتخابية، اثنين إصدار تعليمات أو إصدار أي مراسيم أو إصدار أي شيء مخالف أو يؤثر أو يشوشر على العملية الانتخابية أو يساعد على أنها تكون في غير المسار، ثلاثة وده الأهم أن يستغل هذا التقرير في عكس صورة غير حقيقية للعالم الخارجي. هو ده التدخل اللي احنا نقصده. أستاذ رامي أنا بشكر حضرتك على هذه المعلومات. أستاذ رامي محسن من مركز الاستشارات البرلمانية، وعود مرة أخرى للمستشار خالد القوشي الخبير القانوني. وسيادة المستشار نفس السؤال، فكرة أن عمل الجمعيات الأهلية وجمعيات منظمات حقوق الإنسان والتواصل مع الدولة وفكرة حماية الدولة لأمنها الداخلي والخارجي أيضا، والخط الرفيع بين العمليتين، وكيف نحدده وكيف تستطيع الدولة الموازنة في هذه المعادلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في نقطتين. نعم. النقطة الأولى قبل إصدار التصريح سواء داخل مصر أو داخل الخارج يشوف الغرض من الجمعية، هل لها غرض سياسي، هل لها غرض سلبي،
وتؤثر على الامن القومي المصري ولا لا. يبقى انا الغي التصريح بتاع ما ادوش تصريح من اولها زي دول العالم. الدول العالم كلها لما بتلاقي شخصيات معينه بتدخل تراقب الانتخابات ولها اغراض سياسيه بتمنع دخوله اصلا داخل الدوله. فاحنا اول نقطه نمنع التصريح للشخص اللي ليه اغراض سياسيه او يهدد الامن القومي او ليه اغراض تهدد الامن والسلام المصري. تاني نقطه المهمه جدا الغرض من الجمعيات. يعني الجمعيات دي جايه تراقب الانتخابات تراقب وليس لها التدخل في الانتخابات. تمام. ان هي تقف في الانتخابات تراقب وليس لها صلاحيات اخرى. الجمعيه اللي تزود الصلاحيات بتاعتها وتبعت بعض الرسائل او بعض الصحف او بعض المقالات تسيء لمصر او تسيء ومن حق جمهورية مصر العربية حماية الأمن القومي. طيب. سيادة المستشار أيضا فكرة تسجيل الخروقات داخل العملية الانتخابية دي بتكون يعني المندوبين اللي موجودين هم يقومون بمثل هذا. كيف يعني يوصلوا هذه العملية وكيف نتحقق إذا كانت حقيقية أو غير حقيقية؟ في كل لجنة خلي بالك رئيس لجنة بالشفافية. يعني شوف الانتخابات ماشية بالشفافية ولا لا. ممكن اي في رئيس اللجنة تلقائي بيصلح اي خطأ في قلب اللجنة في الحال. تمام. حتى لو في خطأ قانوني او خطأ امني او خطأ يؤدي. تمام. فأنا بقول اللي هو شايف نفسه قدير ان هو يبقى مواقب في الانتخابات ليه ثلاث اجراءات. الاجراء هو بيبلغ اللجنه او بيبلغ رئيس اللجنه. تمام. او بيبلغ اللجنه العليا للانتخابات ويتم التحقيق في هذه الوقائع. تمام. ودي نقط مهمه يعني بنشكر حضرتك عليها. شكرا. بشكر المستشار خالد القوشي الخبير القانوني والمستشار اشرف الدعدع مؤسسه الانتماء لحقوق الانسان وايضا الاستاذ رامي محسن من مركز الاستشارات البرلمانيه. ومشاهدينا الكرام الى هذا الحد وصلنا لنهايه هذه الحلقة، لكن دائما قبل أن ننهي الحلقة دعونا أن نعرض عليكم سؤال الحلقة القادم، سيكون كيف يمكن الحد من مشكلات المعديات في النيل. مشاهدينا الكرام هذا هو سؤال حلقة الغد. هذا البرنامج دائما منكم وبكم وإليكم. نتمنى منكم دائما التواصل معنا وسماع آرائكم. هذا البرنامج هو برنامج لكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.